السلام عليكم، معكم أخوكم سليم مصطفى. اليوم بدي أعرفكم على شاب تعرفت عليه جديد على تطبيق الإنستغرام عبر حسابي الشخصي كوتش سليم مصطفى. هذا الشاب من نيجيريا، من إفريقيا، عمره 19 سنة، بدأ في التدرب على رياضة الملاكمة من جيل 9 سنوات. وبالرغم من الظروف الصعبة اللي بعيش فيها والجوع والحرمان ونقص الماء والتلوث وكل هذه الظروف الصعبة، حتى النادي عندهم، النادي في الشارع، المدرب يعني إمكانيات بسيطة جدا، عندهم كيس ملاكمة واحد شوال، يعني ظروف صعبة جدا جدا، ومع ذلك الشاب بجيل 19 سنة يحلم بالاحتراف في الملاكمة وعنده طموح انه يتقدم وانه يصير بطل عالمي في الاحتراف في الملاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. فبدي أعرفكم اليوم مع هذا الشاب، بدي هسه في هذا الفيديو أنشر مقاطع راح تشوفوها من تدريباته ومن سبارينج، لعب سبارينج عندهم في النادي في نيجيريا. والشاب تكلم معي شخصيا على الانستغرام بعد ما أضافني، فعلا قدوة لأي لاعب رياضي، مش بس ملاكمة، أي لاعب رياضي. هذا الشاب الصغير قدوة إلنا، قدوة إلهم، لأنه ببين لك رغم الظروف الصعبة اللي هو بمر فيها، ولكن مع ذلك بتضرب يوميا، بتعب، بشد حاله. وراح أرفق رسالة اللي بعث لي إياها طبعا على تطبيق الإنستا، راح تشوفوا في الرسالة شو هو في نفسه بيقول، كتبها في الإنجليزي وأنا راح أترجمها للعربي، وراح تشوفوا هو في نفسه شو بيقول عن نفسه، عن المعاناة اللي بمر فيها، عن الجوع، عن العطش، عن الحرمان، ومع ذلك هو بيتضرب يوميا وشادد حاله ويحلم بالاحتراف. فخلينا نتفرج على هذا الفيديو، بتمنى الكل يستفيد منه وتوصل الرسالة للكل. Let's
ناكل وناكل. Allez, parti.